مدار أسبوع كامل نفذ الجيش الإسرائيلي عملية برية في الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، شملت بلدة بني سهيلة، عبسان الكبيرة، الزنة، بالإضافة إلى القرارة التي أتواجد بها الآن. من خلفي على بعد أمطار قليلة كانت تتمركز الآليات الإسرائيلية على بعد أمطار قليلة، والتي قامت بعملية تجريف كبيرة في الأراضي الزراعية والمنازل واستهدافها للمواطنين الذين كانوا يسيرون في هذه المناطق. صباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء عمليته في الأحياء الشرقية للمدينة، مخلفا دمارا كبيرا في هذه المنطقة، منطقة القرارة، وبدأ الفلسطينيون يعودون لتفقد منازلهم وأراضيهم ومزارعهم، لكنهم فوجئوا بحجم الدمار الغير مسبوق في هذه المنطقة. تعيلبون والتي كانت عبارة عن مكان للنازحين ويوجد بداخلها المئات من الأسر النازحة، كما تشاهدون تم تدمير هذه المدرسة وسقط عدد كبير من الفلسطينيون بداخلها. صباح اليوم الدفاع المدني أعلن عن انتشاله 7 جثامين من هذه المدرسة، والذي كانت جثامينهم ملقاة في المدرسة وكان يصعب على الطواقم الطبية انتشالها، لكن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشالهم، وما زالت تباشر أعمالها في مناطق أخرى للبحث عن جثامين فلسطينيين. كما تشاهدون الفلسطينيون يحاولون انتشال أمتعتهم وما تبقى لهم من ملابس، من طعام، يحاولون انتشاله من تحت الركام من أجل الخروج من هذا المكان والبحث عن مكان آخر، خاصة أن هذا المكان هو كان مكان يأويهم، مكان نزوح لهم، ولكن تم تدميره بشكل كامل كما تشاهدون. ومعنا أحد الفلسطينيين الذين كانوا نازحين داخل هذه المدرسة والتي تم تدميرها بشكل كامل. أنا بقيت هنا آخر واحد، آخر واحد ضل مراي أخويا، واحد من غزة وبنته وزوجته ومرته. جاء واحد من غزة بقى قاعد هناك، الحرب اللي فاتت ما طلعش، ضلوا بالمدرسة بات عنده وحكوا له خليك زي ما أنت. المرة هاي لما اليهود دخلوا طخوه أول واحد، هو ابنته. ضليت انا وزوجتي هنا وعيالي وامي وخواتي ما طلعناش، لما شفنا انه طخ الراجل طلعنا بسرعه. ضل اخويا ورايا، حكينا لاخويا يلا يلا، قال لا انت روح لساليك وما ضل عندنا اغراض هنا. وصلنا اخر مدرسه الوكاله اللي هنا، حكينا ما قلنا له دير بالك على الاغراض ودير بالك على الاواعي، قال ماشي. مشينا كمان 10 تقريبا ابو 3 4 كيلو، رنينا عليه فقدنا الاتصال فيه واستشهد. لقيت انا بالنسبه والله ما في مكان اروح، هذا انا قاعد بستنى انا اي واحد ابن حلال يشيل، رميت له شويه بس فرشه حاجه محتاجه، مخزقين يعني مخزقين نتغطى فيهم ومخزقين، يعني جاء الطقس اللي فيه حاجه ما فيش، مش عارف. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. يعني ايام صعبه وقاسيه عاشها النازحون جراء هذه العمليه العسكريه التي استمرت قرابه اسبوع، والان هؤلاء النازحين الذين كانوا يتواجدون بهذه المدرسه لا يجدون لهم مكان يجلسون في خلال الأيام الماضية افترش النازحين الطرقات والأرض لعدم وجود متسع في منطقة المواصي. اليوم تتفاقم أيضا معاناة هؤلاء النازحين بعد تدمير الجيش الإسرائيلي لمراكز الإيواء الذين كانوا ينزحون بداخلها. من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.